ماذا تعرف عن مشروع قناة بن غوريون الصهيوني؟ وما علاقته بالحرب الحالية على قطاع غزة؟ ومدى تأثيره على المنطقة؟ في ستينيات القرن الماضي وفي عهد أول رئيس وزراء صهيوني ديفيد بن غوريون، الاحتلال رسم مخططاً صهيونياً يريد منه تسوية قطاع غزة بالأراضي المحتلة وتهجير سكانها قصراً لفتح طريق بإنشاء قناة مائية بديلة لقناة السويس. فكرة هذا المشروع الصهيوني موجودة منذ عقود، من شأنه أن يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة يتم حفرها انطلاقاً من خليج العقبة وخليج إيلات، ولتأمين وصولها إلى البحر المتوسط، فإن مرورها ضروري في النقب والأهم في محاذاة غزة تحديداً في شمالها. وهذا ما يفسر تركيز العمليات العسكرية الصهيونية على هذا الجزء من القطاع والطلب من سكانه بالنزوح جنوباً. مخططات المشروع المزعوم تدعمه أمريكا والدول الأوروبية تحقيقاً لمصالح الاحتلال ومصالحهم الشخصية لتغيير الخطة الاقتصادية في الشرق الأوسط وتجميد الحركة في قناة السويس المصرية لكي يصبح بن غوريون بديلاً لها في المستقبل. يجدر بالذكر أن قناة السويس تدر على اقتصاد الدولة المصرية قرابة 9 مليار دولار سنوياً، ويمر بها قرابة 12% من التجارة العالمية.